نصل الآن مشاهدينا إلى فقرة ساكني البيت الأبيض، هذا المبنى الرمز بالنسبة للأمريكيين. أمس تحدثنا عن الرئيس الأمريكي 24 في تاريخ أمريكا وهو غروفر كليفلاند، اليوم نتحدث عن الرئيس 25 وهو ويليام ماكيلي، تولى الرئاسة بين عامي 1897 إلى العام 1901، كان ينتمي للحزب الجمهوري وفاز ب 51% في التصويت الشعبي وحصل في المجمع الانتخابي على 271 صوتا من أصل 447.